أهلا بكم مشاهدينا مجددا في إكسبو هذا الصباح. شارك طلبة من معهد دبي للتصميم والابتكار في برنامج أتيليه 2020 الأول من نوعه في المنطقة، وهو ثمرة تعاون فريق معهد دبي للتصميم والابتكار وأوبرا الوصل لإكسبو 2020 دبي. البرنامج يهدف لتمكين الطلبة من فهم الأبعاد الثقافية والتعمق في جذورها من أجل تطوير أزياء أكثر ابتكارا تعكس موروثا ثقافيا أكثر غنى وتنوعا وأصالة. حيث شكل علماء رصد النجوم عبر التاريخ ومستكشفو المريخ مصدر إلهام للطلبة المشاركين، وعكس مدى إبداعهم وتفرد رؤاهم الفنية. وتضمن فريق المشرفين على برنامج أتيليه 2020 مشاهير عالم الموضة. عميدي معهد دبي للتصميم والابتكار هاني عصفور يتمتع بخبرة تتجاوز 20 عاما في القطاع، كما تم تصنيفه من قبل مجلة ميدل إيست أرتيتكت بين أبرز 50 معماريا مؤثرا في المنطقة. طبعا الحديث أكثر عن مشاركة المعهد وبرنامج أتيليه والأزياء المبتكرة في إكسبو 2020 دبي، يسعدنا أن نستضيف معنا في الاستديو السيد هاني عصفور مدير معهد دبي للابتكار والتصميم. سيد هاني صباح الخير. صباح النور بك في برنامج إكسبو هذا الصباح. بداية سيد هاني، حابين نتعرف أكثر منك على فكرة برنامج أتيليه. صح، برنامج أتيليه هي مبادرة من إكسبو 2020 للأوبرا الوصل. فإجوا لعنا على المعهد وطلبوا من طلابنا يشتركوا، هذه فرصة يعني فريدة، يشتركوا بتصميم الأزياء المسرحية لحتى يطوروا فكرهم ويطوروا أفكارهم. نحن دائما يعني حتى نشجع الموهبة الموجودة عندنا بالإمارات بنشجع التواصل مع القطاع، يعني قطاع المجالات والفرص لطلابنا لحتى يكون عندهم يعني شغلهم يبين لكل العالم، وفي شيء أحلى من إكسبو كوجهة دولية بدبي. نعم سيد هاني، خبرنا أكثر عن العروض اللي قدموها الطلاب في ساحة الوصل، كيف كانت العروض؟ وأعتقد أنها كانت لمدة أسبوع كامل. صح، هي كانت طبعا كانت لأسبوع، وكانت من ضمن 100 موهبة يلي أوبرا الوصل وإكسبو 2020 كان عم فرجوها للعالم. ويعني نحن طلابنا فرجوا مهاراتهم من ضمن التكنولوجيا وتحديث الثقافة القديمة يعني على عبر 1000 سنة وتحديثها، يعني استوحوا من الوصول إلى المريخ، واستوحوا من التكنولوجيا الحيوية والأزياء الأخلاقية والاستدامة. فهذه المواضيع اللي هي موجودة بإكسبو من الاستدامة للحركة للفرص استعملوها، استوحوا منها ليعملوا أزياء حديثة وتفسير نقدي للماضي للألف سنة وتحديثها. ماذا يعني تحديث الأزياء؟ نعم. جميل. سيد هاني، حابين نعرف منك أكثر الآلية اللي بتم فيها دعم المصممين وأيضا المواهب الشابة من أجل تطوير أزياء أكثر ابتكارا. صح، يعني نحن الركيزة تبعيتنا أنه نحن عنا واجب لحتى نعمل هالاقتصاد الإبداعي كأساس من الاقتصادات الإماراتية. نحن عنا التزام لحتى نهيئ الطلاب والموهبة ليكونوا حاضرين على مستوى عالمي. فنحن أسسنا الجامعة وطورنا المنهاج مع جامعة MIT ببوسطن وجامعة بارسنز بنيويورك، ما هني معروفين من أول. فطورنا هذا المنهاج لحتى الشباب يلي عنا يكونوا حاضرين مهيئين كيف بعد الثورة الصناعية الرابعة. ما هي؟ ما هي ثورة الذكية. فنحن طلابنا بنهيئهم من هلأ لحتى يكونوا حاضرين من 4-5 سنين من هلأ يكونوا عم يشتغلوا بالثورة الرقمية والذكية. نعم. جميل. سيد هاني، مثل ما ذكرت يعني هذه كانت فرصة كبيرة للطلاب. صح. إنهم يعرضوا أعمالهم في إكسبو 2020 دبي. صح. أكثر من 192 دولة مشاركة. صح. وزوار بالملايين يعني يشوفون هذا العرض لهؤلاء الطلاب اللي بعدهم في بداية عمرهم. صح. ومهنيتهم في مجال الموضة والأزياء. برأيك كيف لمثل هذه المشاريع والتعاون ما بين الطلاب ومثل هذه الأحداث الكبيرة بأن تخلق فرص
كبيرة اقتصادية إماراتية إبداعية في المستقبل؟ طبعا، لأنه يعني إذا نحن بدنا نعمل الاقتصاد الاقتصاد الإبداعي، نعم الإبداعي كأساس، لابد من أنه ولازم نحن عنا التزام لحتى الطلاب يكون عندهم هذه الفرص، لأنه ما في شيء مثل إكسبو، يعني فريد من نوعه، وبيعمل دبي وجهة عالمية. فنحن فخورين أنه طلابنا اشتركوا بهذا البرنامج، ونحن دائما بنلاقي لهم مجالات لحتى نفرج الموهبة، لأن الموهبة الموجودة بالإمارات لا يعلى عليها بصراحة. يعني أنا صار لي 4 سنين العميد، وكل يوم بكتشف شيء جديد من هالطلاب، الموهبة موجودة، نحن واجبنا نعطيهم الفرص، والفرصة اللي اجتنا من إكسبو 2020 لا يعلى عليها. صحيح. سيد هاني، يعني الفكرة النمطية عن تصميم الأزياء، إبرة، خيط، وربما مقص، يعني صممت أجمل الأزياء، هل نحن مشرفون على حقبة جديدة في عالم الابتكار والأزياء؟ طبعا، يعني نحن المنطلق تبعنا للأزياء مش بس شكليا، يعني نستعمل التفكير التصميمي، وهو تفكير يعني بيعطي بديل على حل المشاكل والتحديات الإنسانية وإنسنة التكنولوجيا. فطلابنا بيستخدموا آخر تكنولوجيا، يعني بيستعملوا البلوكتشين والNFTs، وبيستعملوا الـ3D printing، وبيستعملوا كل هالأشياء لحتى يطبقوا التفكير التصميمي لحل المشاكل. فنحن بالنسبة نحن الأزياء هي طريقة تفكير وتفكير نقدي، كيف نواجه التحديات التي نواجهها، وكيف نأنسن التكنولوجيا باستخدام الأزياء. يعني سنستغني عن الإبرة والخيط في المستقبل القريب؟ ممكن، يعني نحن بنعلمهم الإبرة والخيط، بس بنعلمهم كمان التكنولوجيا الحديثة لحتى يشتغلوا بجميع المجالات. نعم. وموهبتهم يعني ما شاء الله عليهم. نعم. أستاذ هاني، لا غنى عن الأساسيات إذن في مجال التصميم، ما بين الماضي والحاضر والمستقبل في هذا المجال، برأيك كيف نستطيع أن نستشرف مستقبل المجال الإبداعي في دولة الإمارات؟ مشروع الثقافة الإبداعية هي ضرورية، لأنه بتغطي كل المجالات، يعني التفكير التصميمي فيكون أي مجال، ولحتى يكون ركيزة الاقتصاد الإبداعي، يجب على الجميع أن يفهم ما هو التفكير التصميمي، وهو يبدأ بالتعاطف مع المستهلك أو المستعمل أو الذي يواجه التحدي. فطريقة التصميم، التفكير التصميمي كوجود حلول حديثة وجديدة ومبدعة، تبدأ من إنسنة الموضوع وإنسنة التحديات. سيد هاني، علمنا أن هناك مجموعة من ربما مشاهير عالم الموضة شاركوا طبعا في هذا البرنامج. صح. كيف كان الانسجام بينهم وبين الطلاب، وماذا أضافوه إلى طلابكم؟ كان هو تواصل بينهم، يعني بين الطلاب وبين المشاهير، مش كان أنه بس مرة إجوا، لا، على مدى الوقت يلي اشتغلوا فيه على سنة كانوا يتواصلوا معهم دائما، ويعطون أفكار، ويعطون فيدباك، يعطون يعني كيف يحسنوا التصميم، وكيف يفكروا بطريقة أغمق، وكيف يحللوا الثقافة، وكيف يحدثوها. فهؤلاء المشاهير كانوا من البداية إلى النهاية مع الطلاب يتحدثون كحديث غميق، وليس أنه سطحياً ونعطي رأينا، لا، كان غميق جداً وكان فعال جداً، وأمكن الطلاب من فهم الموضوع بطريقة أغمق وغنية. نعم، أستاذ هاني، بلا شك ارتفع سقف الطموح عند الطلاب، تواصلوا مع مشاهير في الموضة والابتكار، وعرضوا أعمالهم في إكسبو 2020 دبي، فما هي خططهم المستقبلية الآن؟ خططهم المستقبلية عديدة، فهم يعني نحن هدفنا نعلمهم يصيروا أرباب أعمالهم، مش ضروري بس يتوظفوا بشركات، بس يكون عندهم هني أفكار مبتكرة لحتى يبلشوا شركتهم. ونحن عنا بنى تحتية حاضرة بالجامعة لحتى الطلاب بعد ما يخلصوا الجامعة يكونوا فيهم ينطلقوا لحالهم، مش بالضرورة يكونوا متوصفين. ومثل ما قلت، يعني عملوا بحث وتطبيق للتكنولوجيا الحيوية والأزياء. نعم.
وعملوا كيف نستعمل 3D printing للأزياء وكيف نستعمل الأشياء الأخلاقية والمستدامة بالأزياء. فهذا الجيل الجديد يعني ما شاء الله عليهم عندهم رؤية بعيدة وكريمة للكوكب يلي نحن فيه. جميل جدا. سيد هاني يعني تحدثت عن هذا الجيل الجديد، أود أن أسألك هنا، هل أي شخص يمتلك موهبة يستطيع أن يعمل في عالم الأزياء أو يبتكر، أم أنه مع التدريب ممكن أن يكون موهبة خاصة فيه؟ يعني من يلي عم شوفه هذا الجيل كتير واعي وعنده وعي وعنده ثقافة ذاتية وعنده ثقافة إنسانية لحتى ينسنوا موضوع التصميم، وهدول أركان الاقتصاد الإبداعي. فبالنسبة إلي أنا بشوف هالطلاب حينطلقوا بمجالات يلي نحن بعد ما بنعرف شو هي، يعني في مجالات جديدة عم تطلع وهني رح يكونوا بالطليعة. سؤال أخير بس سيد هاني وعلى عجالة لو سمحت، يعني كيف يعود هذه التدريبات وهذا يعني كل هذا العمل بالنفع على اقتصاد دولة الإمارات؟ هذا التفكير الإبداعي هو أساس للاقتصاد الإبداعي، وهي الإبداع في يكون بأي مجال. فهذه الأفكار وهذه التدريس اللي بيدرسوها فين يطبقوها بأي حقل، يعني مش بالضرورة بس بالتصميم، يعني فيهم يشتغلوا بالتصميم بس فيهم يشتغلوا بالمصارف، فيهم يشتغلوا بحيلة شيء، لأنه التفكير التصميمي هي نمط حياة. صحيح. ونمط وجود حلول للتحديات التي يواجهها الإنسان اليوم. نحتاج إلى التصاميم الجميلة والابتكارات المبدعة في مختلف المجالات في الحياة. سيد هاني عصفور مدير وعميد معهد دبي للابتكار والتصميم، شكرا لك على وجودك معنا اليوم، أسعدتنا بوجودك. شكرا لهالفرصة. شكرا. تحياتنا للطلاب كذلك. حياك.